لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. اثنين واربعين ستة وثلاثين الجميع برا. ايه مشترواكي اوكي يا كابتن، فكني من احكامك اللي ترقل. قص لا قص، لا اول اللعب ولا اخره. لا يا شيخ لا تهايط، خلهم ياندم عاليه. حسن خطك يا هو. يا جماعه ما اقدر ارفع صوتي لاني ما يدرون اني ابث، بس اللعبه صار حامي شكلها بتحصل مضاربه زي العاده. اشكل اخص قعد نابه العب. أتحداك يا شيخ، شاري على ذات واحد يلا بلش بها الحين. سبك العب. خمسين ما بنفعتك خمسينك، خلك شيال يا خوي. ايو هذه خمسيني، تعال نفس الذات تجيني عكس. ليش ابوي شرفني ساحر انا؟ اقول العب اسرع، سرع اللعب لا تناظره. ايو اركض يا عامر. اتديت بهم. ايو عامر العب زي الناس. ايو 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 دقيقة تعال تعال. ايش تبي؟ ليش تسوي الاخر اربع اوراق؟ ليش؟ ايه هذا هذا اللعب. ايو ايش؟ ايو عامر اركض احسن لك. اقول لك احلى فوز واحلى ايو. لا ترمي الوضع. ليش؟ حسيت مالك على كيف؟ ايش اقول بس؟ على الله اخر مره عم بالله انك نصر عاد. ايه ولد عمي. ايه عمي تعال خلاص. يا عيال والله مو واضح انها تمثيل. والله يا حنا ضابطينه كنا صدق. تقول صادق بس انت كنك شديت حيلك، قايل لك ارمي الورقه مو بتصفقها فيني. انا تحمست مع الدور. وش رايكم نعيدها وانا اصفقك يا عامر؟ تستهبل انت وجهك، عاد انت تبيها من الله. هات الجوال. هذا المقطع صورته أبرسله لكم، وبيكم تشدون حيلكم وترسلونه في كل مكان، توك توك سناب انستغرام فيسبوك. أوكي أوكي. إيه وبيكم تركزون على كلمة إيو إيو. شو السخافة يا أخي؟ مو سخافة، أخوك السخيف بس. والله حلوة إيو. سامجة ما في شيء يضحك، بعدين أخوي وعرفه ما عمره بحياته ضحكني. شوفي هي من ناحية سماجة سماجة، بس السماجة اللي تضحك الحلوة، عرفتي؟ أنا ما أدري ليش صار يعجبك أي شيء، ولا أدري شلون صرت المقطع بهذه السرعة. اسمعي أمانة نوف، إذا أخو كامر موجود في البيت بعطيك جوالي، روحي بس قليلة صور وأنت تقول إيو، برسلها للبنات يعني. من جدك أنتِ؟ أيوة أمانة لا ترديني نوف. إيو. زي ما قلت لك، هؤلاء الحمقى ومن صدرهم للمشهد وعلى حساب من وهكذا يعني. عادي أقول لك أحمق؟ إي عادي عادي قل أحمق، وقفت عليك أنت. حبيب قلبي أنت. إيوة يا سيدي إحنا كده متفقين. طيب متى بتنزل المقطع؟ أنا راح أنزل المقطع اليوم وراح أجلدك فيه جلد مو طبيعي. أوكي خلاص. بس اسمع لا تنسى أخوك. شوي أكلمك ها؟ ما تعرفين تطقين الباب؟ إلا عارف بس نسيت. ايه اخلص. وش تبين؟ ريم تبيك تصور سناب وتقول كلمتك ذيك. اي كلمة؟ كلمتك ذيك لا تسوي عبيط. والله ما اصور اللي انت تقولينها. ايو اخليك تقولينها كذا. هات الجوال. ترى سخيفة الكلمة سخيفة. هلا والله بمتابعين ريم. ايو مساء ايو واحلى متابعين الاحلى ايو. الى متى؟ أنا بس نفسي أعرف إلى متى يتكرر السيناريو هذا وينطلي على المجتمع. في الوقت اللي المفروض يتصدر المشهد الدكتور والطبيب والمهندس، للأسف الشديد نجد الحمقى هم اللي يتصدرون المشهد، بل ويشتهرون وينتشرون مثل انتشار النار في الهشيم. أنا في الحقيقة اليوم حفيدي ضايقني، مر من جنبي الصبح ويقول لي إيه إيه
ايش الكلمة هذه يا ولدي؟ ولا له عارف معناها، ولا اللي جاب الكلمة هذه عارف معناها، ولا حتى اخوانه عارفين معناها. هيا اقول لكم، تبا لكم وتبا لكلمة ايه، واللي جاب الكلمة هذه والناس التافهين اللي يرددونها ومهم عارفين ايش معناها. وانا وراكم يا تافهين. انا ما غلطت عليه، هو بمقام الوالد. بعدين يا اخوان، انا دخلت السوشيال ميديا بكلمة، كلمة اشتهرت فيها، ولا دخلت ابغى ضايق احد، ولا قد ضريت احد. هو اللي غلط عليه، بالعكس يقول لي تبا وسحقا وما ادري وشو. بس انا مسامحه لوجه الله، وما ابغى منه اي شيء، ابي يفكني شره. يا اخي الناس هذولي ما تراعي مشاعر اهلنا، ترى يتابعونا ويزعلون. الله يسامحه، بس الله يسامحه دنيا واخره، ما ابغى منه شيء. يا اخوان، اللي عنده كلمه زينه يقولها، وراعوا مشاعر الناس، ترى المشهور زيه زي اي واحد ثاني، اوكي؟ واللي يتابعون يكتبون التعليقات الايجابيه، شكرا لكم، ولكم مني احلى ايو يا متابعين الابطال. يا واد انت يا مسكين يا بريء، يا هو يا ملكع يا خطير. عفو عليك، انا عارفهم، هم يسوقون الهبل ويسترقعون. اوريهم شلون سوقت الهبل الحين. وانتم ابرسل لكم المقطع، واكتبوا ايو يرد على الدكتور سعيد. اوكي اوكي، خلنا نرحب احنا وياكم اعزائي المشاهدين بضيف حلقتنا لليوم. يا هلا والله ومسهلا، وانا بصراحه سعيد اليوم بتواجدي معكم بالاستديو. طبعا اكيد احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا استاذ. ممكن تعرفنا بالاسم الكريم؟ ليش، ما عندكم فريق اعداد؟ عندنا اعداد اكيد، بس انه حابين زي ما احنا حابين نعرف اسمك، اكيد المشاهدين يبغون يعرفون اسمك. ايو. لا انت شخصيه رهيبه جد، ما شاء الله عليك. وش جاس انت؟ انا مبسوطة بوجودك معانا لليوم. وانا مبسوط بعد. سلامات، ايش فيها ذي؟ اعتذر منكم اعزائي المشاهدين. انا اعتذر بعد المشاهدين. اهدي. بعدين تراني انا وقتي ثمين، اخلصي علي، عندي السؤال. طيب اوكي، انا اعتذر منك واعتذر منكم اعزائي المشاهدين، انا في عندي سؤال جدا بسيط اني ودي اعرفه، واكيد المشاهدين ودهم يعرفونه. الافكار هذه، اللزمات هذه، الكلمات هذه من وين تجيبها؟ انا بصراحة فالاستراحة دائما اقول افيهات وقفشات، والعيال دائما يستمتعون لما اكون موجود، واذا صرت ماني موجود يدقون علي، وينك؟ تاخرت، سلامات، فيك شيء؟ يا عيال يدعس العمر ذا. المشكلة هو أول واحد يجي الاستراحة، وآخر واحد يخرج منه، ما يحتاج نقول له تعال أساسا. ليش ما قال أسامينا؟ الحين أرسل له بالواتساب. أنا بصراحة عندي شكر، شكر لأنه الناس يعني هذولي وقفوا معي من بداياتي، ولازم أقول أسماءهم على الهواء. أشكر أخوياي بالاستراحة، إيو وإيو وإيو وإيو. وش ذا يا أخي؟ لا لا كذا كثير، كت لازم كت، معليش أعتذر منكم. أنا أعتذر بعد. راسي صاكني، أبيك هوا. أجل اسمع، في كيان قدام. حلو، لبق عندهم. أبشر. أوف 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 أوف، وش للزحمة؟ طيب وش السوات؟ أصوات خلى علي. اثنين فلات وايت، اثنين كريبوتشيني. ابشر. استعجل بالله. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق. اسمعي، ممكن اسم قربه؟ تعالي هنا.
غيري الزاوية. يلا روح. وأنا شخصياً أستخدم هذا العسل على الريق علشان مشاكل القولون، وأنصحكم يا متابعين عشان صحتكم تصير إيو استخدموه واسألوا مجرب. ها كيف طلع؟ إي زين. يا النصاب الحين علبة مليانة، شلون تستخدم العسل كل يوم؟ أقول لا تدققين أنتِ، بعدين أعطيني الجوال بنزل ستوري، أشغلني هو عسله كل شوي يدقدق يدقدق. طيب بالله بسألك كم عطوك؟ أعطوني 10,000. كم لي؟ 100 ريال. أجل دور لك أحد صور لك القعيطي. إيه ليش حذفتيه؟ كرة عالمية، كرة عالمية، كرة توزيع جول. الله عليك. هدف ولا رائع جدا بمعنى الكلمة. وصلت الدور الأوروبي عاد، مستحيل. كيف ضبطت المعلق؟ عفو عليك، هون ذكاء التسويق يا بوي. ما شاء الله عليك يا عامر، كيف تطلع منك هذه الأفكار؟ عفو عليك بس يا حبيبي يا كفتة، الناس تمشي عليها أي شيء، ودام طلعت ذي الكلمة وضربت والله لحللها تحليل. يهو هذه وهي كلمة واحدة، كيف لو ألفت كتاب؟ هذا وجه واحد يألف له كتاب حده. ايه يا رجال. لا يا شيخ، هذا شغل عيال العم اللي ينقهرون ويغارون، هذا يغار من ولد عمه وهذا عيب عليك. استح على وجهك، ترك معنا بالاستراحة. ها الزبدة عيال، بكرة عندي افتتاح مطعم، مين يروح معي؟ حتى انت؟ اكيد يا بيي. ايو وصل عامر يا بنات، وصل عامر. خلوهم بشويش على جمهوري، خلوهم. أي سؤال أي استفسار عندكم؟ أستاذ عامر ممكن نعرف إيه سر حب جمهورك لي؟ البساطة، البساطة والعفوية، زي ما أنت ما شاء الله عليك بسيط، لابس بدلة، كرافتة حمراء، بدون شعر، البساطة هي سر النجاح. شكرا يا فندم، شكرا كثير لك. عفوا رجع جاي. أخوي عامر يقولون لك فيديو كليب جديد، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. أنا داخل السوشيال ميديا بكلمة، ما دخلت الاستعراض. لا داعي لا داعي. أستاذ عامر ممكن نعرف آخر أعمالك الفنية إيه؟ بتشوت فاول أنت، أرجع ورا شوي. سام مش تبي؟ ممكن نعرف آخر أعمالك الفنية إيه؟ آخر أعمال الفنية فيلمين، فيلم محلي وفيلم الثاني سفري، أقصد الفيلم الثاني في هوليود. أوكي؟ نعم. وأنا أبجيب الممثلين اللي كنت أحبه وأنا صغير. نعم. يعني أي واحد كنت أحبه وتابعه وأنا صغير أبجيبه معي بالفيلم هذا. تحبينه ولا لا؟ لا ما أحبك. ليه كنت؟ أحب الدراهم. ها إيش تبي؟ عامر وش آخر كلمة حاب تقدمها للجمهور؟ كلمتي الأخيرة مو أنا اللي بقولها، جمهوري هو اللي بيقولها. أخوي عامر حياك الله. الله يحييك. منورنا. نورة نورة هلا. الله يسعدك يا رب. تشرفنا بافتتاح المطعم. أكيد. تفضل معنا. يا عيال دقيقة بتفاهم مع ذا، دقيقة. لا 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 لا، ايو بنفس عندي، يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلة. لا هلا ولا مسهلة، على أساس مسمي الكشك حقك ايو؟ يا رجال أنا من جمهورك وحبك وعجبتني كلمتكم حطيتها. لا يا شيخ، تسترزق من وراي وتقول لي أحبك؟ أجل أنا بعد أحبك وبصورك الحين، ها؟ وشفت هذولي كلهم؟ هذولي كلهم بيصورونك ويوثقون الجريمة حقتك، أوكي؟ يا حبيبي ايه، وهذه انا تعبت عليها حقتي، ما حد يقولها الا انا. تحسبها سهله؟ ما هي بسهله. وعلى فكره ترى موثقها، انا موثقها علامه تجاريه باسمي. ابشر ابشر. اقسم بالله امر مره ثانيه من هنا اشطف والقاك موجود لاشتكيك في المحاكم. اوكي محاكمه. وانتم يا شباب لا حد يشتري منا شاي. اوكي اوكي. واحد 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 يا عيال. من زمان ما شفناك أبو فوزي، ما في مسلسلات، أعمال، شيء جديد. بيني وبينك يا حسبون أننا كبرنا، لكن أحنا إذا جانا النص الجيد اشتغلنا.
أنا حاضر. ما يكلموكم بمسلسلات في رمضان؟ شكلهم ما عاد يبغونا، لا أنا ولا جيل الروح زملائي. عندهم تاريخ كبير وضاف لأي عمل. الله يعطيك العافية على هالإطراء هذا. وهلا هيدا البراندينج لكلمة إي إيو. ما تفهم إيو. إيو عقولتك. كلمة إيو طالعة من تمك مثل العسل بتعقد. هلا ماركة الملابس هيدي منا كل شيء، لا في اشياء كتير قدامنا رح نعملها، منتجات كتير رح تكون تحت اسم إيو. هيدي المنتجات انت ضامن ربحها، بتعرف ليش؟ لأنه جمهورك يخزي العين شو بيحبك، يخزي العين شو بيعشقك. طيب وش الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية؟ ولو انت بتشتغل مع شاربي اللي بيطلع ما بينزل. الخطوة الجاية رح نعمل لك شي غنية بتعقد بتضرب ضرب، وهيدي الغنية رح تخلي منتجاتك بالسوق on fire. مثل ما اتفقنا سابقا يا عامر، ابي استثمر فيك واعمل معك دين، وابي انتج لك فيلم سينمائي، تختار انت الممثلين والمخرج اللي يعجبك، وبحط لك ميزانيه 10 مليون دولار وابغاه يكسر الشباك. ها ولو يطول بعمرك، انت بتشتغل مع شربل اللي بيطلع ما بينزل. هو صادق شربل يطلع ما ينزل، ما عليك ازهلها، ابى اسوي لك فيلم والارباح تبي تتخطى كل التوقعات. ورا ما تاكلون، كولوا كولي يا اختي، ما عندي سلة حلالك. بالسوشال ميديا الاول حققت الشهرة يا هو، ايه وهي الاجمل، سويت اللي ما سووه، كل ما خلتني مشهور. وش قاعدين تسمعون؟ هذي اغنيه ايه ايه. ما شاء الله ما شاء الله، وشو ذا إيو؟ جدي لبي لحتر فيلمه. خلاص هوديكم للسينما. واحدة واحدة واحدة. شكرا. مبروك انطلاق الفيلم استاذ اي ايو. الله يبارك فيك، ما قصرت، وشكرا لحضوركم، واحب اشكر جمهوري اللي وصلني للمكان هذا،
والان الاخوان بلغوني ان الفيلم سولد اوت لمده شهر، يعني من هنا للمزاحميه، واحلى ايه والاحلى جمهور. يا اخوان اترككم الان تستمتعون بالفيلم، اوكي؟ الحين هذا اللي انتم جايبين لنا؟ ايوه هذا ايو هذا بطل الفيلم ومره احبه والله. اذا كان هذا واشكالهم اللي متصدرين المشهد فقل على الفن والمستقبل. ايو